السلام عليكم، مرحبا بالناس لو يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لو معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. الكبش الروماني والحقرة، الكبش الروماني والحقرة. ناس عجبتهم قال لك شوبير عاود لنا فيديو على الكبش الروماني والحقرة. هذه يا خويا ناس قال لك كاين لي موالين عنده عشرين كبش، ولا قصر لك موال. هو سماصري ولاو يخرجوا العلف. الجزائر الدولة الجزائرية كانت تدعمهم، تدعمهم يروحوا يبيعوها في ليبيا ويبيعوها في تونس باش يكون على بالكم قضبوا باش عمل خطرة. داين العلفة وداين كاي واحد قال لي لا وكاين اللي يشري. يا ودي ما تجيبليش الناس هذوك اللي عنده عشر كباش يروح يشري. يا وهدر لي انا على اللي الدولة دارت له الدعم بلاكارت دعم كل شيء، يعني الا دير 200,000 يشري ب 100,000. يا والدعم هدر لي الدعم تاع الدولة. هذو يكذبوا يدير لك هاك يقول لك هاي دير رانا نشرو العلف شكاره نشروها ب 400,000. يا والدولة راهي تعاونك، ما تقول لي لا منا لا من هي بلاصي روح صب الطبيب تضيع لك النعجة تخلفها تريبل. أنا شوفو رانا نعرفو، تجي تقول لي بلي كبش لازم الجزائريين يعيدوا بالأضحية تاع الجزائريين. خليتو الناس تضحي، ها ضحيتو بالغازية ودع ما خليتوش الناس تضحي. خليتو ها ما خليتوش، خليتو الناس تاكل كسرة ها ما خليتوش. هم لكم هذه غيس يدم، هذه ماهيش عادة، ولا هذه ماهيش عادة، هذه غير سنة فرض. كي سنة فرض هذه ماشي سنة، قلت لك فرض، قلت لك سنة فرض. هذه سي محمد جيت تقول لي بلي لا ملا ما تعيدوش، اللي ما عندوش ما يعيدش. كانوا يقولوا ماشي كانوا يقولوا لنا اللي ما عندوش عليه يعيد. صار كيما هذيك اللي تقول لها اللي ما عندوش ما يتزوج. المرأة تبغي تزوج مع اللي عنده فيلا وعنده طيارة وعنده بسكليت تاع ذهب وعنده تلفزيون تاع ذهب تيليكومون تاع ذهب. واه لا هذو كيما يقولوا لنا ما عندكش على تعيد، ها ما تعيد، خلي الناس تعيد وخلي الناس الكبار يعيدوا. كيما هكا هذو سمعوا الناس يا تسمع. كباش الرومانية راح تدخل للجزائر، الكباش راح يجيبوا الكباش من الخارج للعيد. واش رايك كيف راك تشوف فيها؟ شنو الكباشة؟ راح يجيبوا الكباش من الخارج باه الناس تعيد. الناس تعيد يا ولا ما عيدوش به، عيطينا ما يعيدوش كاع به ذاك. علاش ما يعيدوش به الحاج؟ عيدوا به عادي. شو الحاج انا نعطيك حاجة مليحة وكلش، دير هذه ديرها. الكباش اللي راه ما عندك نقولك شنو دير؟ جزهم وبيعوا الصوف تاعهم وخدموا الجلابه وخدموا العمامه بالحرير تاعها وكلش. انا تساعدوني انا نقول لكم دوله قرر الدوله خدت عليه صابتكم تبيعوا العلب وصابتكم من يجي وقت العيد يعني يقلبوا بال 900,000 راس داخله لتونس ماهو ده ليبيا ماهو ده تبيعوهم للخارج ولهنا تخلوا بني عمكم يبكوا ولادهم يبكوا. خلوا ولادهم يشوفوا بعينيهم كاين اللي يرسل لولادو عند الجوارين ويهضر مع جارو يقول له ولادي راني كاذب عليهم. كاين اللي رديتوه يكذب يقول لك باللي يقول لهم راني شاري مع جاري يروحوا عند جاري يقعدوا فما يطيبوا مساكين يطيبوا بكري وفرحانين ويقول لك كبش تاعنا تاع شاريه. واو لله زي صغار، واو لله اللي كبير مسكين يعرف باللي باباه ما عندوش. وانتوما كبش بعشرين مليون، كبش بثلاثين مليون، كبش بخمسين، ديروهم تاع مسابقة تاع نطيح بعضهم بعض، صايي اللي راهم عندكم انتوما ما تبيعوهمش، كبش اللي عنده بعشرين مليون يروح يدير الشامبيونا، ديروا الشامبيونا ما بين الموالين هذو، ديروا الشامبيونا، جيبوا الكباش كاين اللي يصطاد كاين اللي يلطى، أياك ما صاروا نطيح بيناتكم، اتناطحوا مع التالية كي تكملوا تناطحوا انتوما بيناتكم. قال لك مكوبلي بالحلوف. انتوما كيف انتوما مع شعب العام انتوما توكلوا في الحمر الحمار الغاشي وجاي تهضر لي انت تقول لي باللي تاع الحلوف. وين تاع الحلوف؟ ها راهم يطلقوا في الاشرطه تاعهم نورمال عادي. جابوا انا شوف ماذا بيا ماشي غير قضيه تاع
قضية تاع تسمو تاع الكباس، يحلوا الاستيراد، حل الاستيراد، حل الاستيراد، خليه ياكله، خلي لي بي 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 لوطو يقرا لوطو يبيعها مليار، يبيعها حديد يذوبها، خلي في كلش، في الخضرة في كلش في كلش كلش، لازم ينزعروا، لازم مين يبغي يطلع على السو ما يخاف، خلي كلي قبل رمضان كان داس البصل تنبتله، تنبتله البصل نبتله في الكراجات، كلي كان داس مستوكي البصل سي محمد، كلي ستوكا البصلة، كلي ستوكا الثوم، كلي ستوكا نبتلهم. كاين والله الستوكا والستوكا والبصل، انا نقول بصل تستوكيه بستوكا والبصل ستوكا وخطولها سمعتوا الكباش راح يجيبوا الكباش من الخارج للعيد، واش رايك كيفاش تشوف فيها؟ شنو الكباش راح يجيبوا الكباش من الخارج باين الناس تعيد سعيدة يا ولا ما عيدوش به قايتين به ما عيدوش كاع به ذاك علاش ما عيدوش به الحاج عيدوا به عادي عيدوا به قلنا لك خيرات او قال لك يعيدوا به واش رايك احنا ما نعيدوش به احنا ما نعيدوش به احنا نعيدوا ببلادنا بكبش بلادنا الله يسهل عليك هذيك ديرها بالك بكري كنا نأمنوا بكري كنا نأمنوا تو على بلادنا بكري تاع هي رومانيا والحقرة الجزائر هو اللي خلق هنا نعيدوا به واه انت عندك مهاجرين جزائريين اللي عايشين في رومانيا عايشين في فرنسا عايشين في المانيا يبغي يدير الاضحيه تاع العيد تما لازم يجي هنايا يشري يعيط لك يقول لك طلع لي كبش طلع لي كبش الالمان بين النذبح تما تاع الالمان ما ينحسبش عليه تاع اللي في امريكا ما يحسبش عليه في كندا ما يحسبش عليه في رومانيا ما يحسبش عليه تما يحسب غير تاعكم تاع 30 مليون يا وين عيدوا ليش اسمح لي تحيا رومانيا اسمح لي نعطيك هذه المعلومه الناس راهي تسمع فينا وانت باش تفهمني ايضا كاين ناس بزاف راهي ناويه تشري هذا الكبش قالوا لكم ما قدرناش قالوا لكم الكبش جانا غالي العام اللي فات السنه رانا حابين نشري الكبش الروماني كي يشري كبش رومانيا على هالخيس كبش موناريو على كبش نغالي بيه الزين نفايتو بالزين هاو معاك هاو قدامك هذا قال لك راح نعيد بالكبش الروماني واش تقول له ها واحد في الاحد يقول في الواحد في 47 لبس عليه لبس عليه عيط عيط جابوني يجيبوا قال هذا انت باش تعيد اسمح لي انت تعيد اسمح لي انتم عارف حالته اسمعتم ما هو كيف كيف اسمع رمضان وكلاء لحم زين قال والله لحم تاعو في الفريق وما مشاش راه وي لحم تاعو في الفريق والله ما مشى ويشوي لحم تاع خروف يقول باللي تاع رومانيا مليح باغي يردوه باللي مهبول قال لك والله خويا مليح جيبو تاع رومانيا معليش لا بغات حنا ما نعطيكوش نشرو يشري ذاك اللي يخلص 3 ملايين في الشهر ولا يخلص 4 ملايين في الشهر يشري معليش لا بغات حنايا بطالين ما نشروش بصح جيبو تاع رومانيا حطوه في السوق دخلوه عليهم دخلوه دقدقوهم انا نقول لكم هذو لازم فانيك الخضره فانيك الدلات كلش 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 جيبو البابور غير رايح البحر نشفل البحر ما نشفش مازال الناس رايحه وجايه البحر ما نشمش انا نقول لكم البحر والله ما نشف الناس مازالت رايحه وجايه نورمال عاديه كي البحر ينشف انتم غلوا هذه اللي نقولها لكم هذه متالي كاع ولدي عاتبينا سهله يا نوريكم سهله كي دايره الله العظيم يا رومانيا خلي الناس تاكل خلي الناس تاكل على جابوا اللحم ولا يبيعوا فيه 120 ألف الناس كلاتها نورمال ولا اللي كلا وعاود ولا يروح يدير العشان عليه وياكل تاع 120 ألف ما كلاش تاع 200 و250 ولا 230 لا هذه متالي كاع خلي الناس تاكل يا زريعة نتوما بغيتو تردو مهابيل الناس اللي هذا الصح تردها مهبول روح خويا روح
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. اللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم، وصحيتو خاوتي.